ازاي تختار اسم مناسب ومميز لمتجرك الالكتروني؟ طبعا في نصايح كتير جدا ممكن نتبعها عشان نقدر نختار اسم مميز للنشاط بتاعك. خد بالك، اسم الدومين او الويب سايت او الموقع بتاعك مش بس اسم الدومين، ده كمان اسم البراند. فانت لازم في الاول تختار اسم البراند، فده يعتمد على كذا حاجه. هل انت اوريدي عندك اسم للبيزنس بتاعك؟ لو عندك اسم للبيزنس بتاعك يبقى انت اكيد هتكون بتحاول تاخد نفس الاسم كدومين، او نفس الاسم بس زائد حاجه، يعني مثلا بيرفيومز ايجيبت مثلا، ان انت بتروج لحاجه معينه في دوله معينه. لكن لو انت ما عندكش اسم للبيزنس بتاعك، ففي اسس كتير جدا ان انت تختار اسم للبيزنس بتاعك. تمام، فاول حاجه الاسم ده لازم يكون قصير وبسيط عشان يبقى سهل على الناس ان هم يفتكروه، ولازم يبقى اسم مختلف وجديد، يعني على قد ما نقدر لازم الاسم يبقى جديد ويعبر عن حاجه مختلفه عشان برضو يبقى ريماركابل في ذهن الناس، اول ما يسمع الاسم يفتكر الحاجه دي. طبعا لو هو اسم انت لسه اول مره تعمله، لازم تتاكد ان الاسم ده مش موجود اوريدي على الانترنت، يعني مفيش بيزنس مشهور بيستعمله، او مفيش بيزنس حتى لو لوكال حتى عندك بس انت مش عايز تبقى شبهه، لازم تبقى مختلف. فتحاول تدور على اسم محدش استعمله قبل كده، وطبعا الدومين نيم بتاعه يبقى مش افيلبل، يبقى الدومين نيم بتاعك انت ممكن، طبعا الدومينز دي بتتحجز زي ارقام التليفون كده، يعني اي حد بيحجز اسم دومين خلاص انت مش تقدر تسجل الاسم ده خالص، ممكن بقى تحاول تشتري منه تفاوض معاه حاجه زي كده، لكن انت مش تقدر تاخد الاسم ده. فلازم يكون الاسم نفسه افيلبل بالنسبه ليك. طبعا بتتشيك ازاي ان هو افيلبل؟ بتدخل على اي دومين بروفايدر، اي حد شركه من اللي بتبيع الدومينات، وبتكتب اسم الدومين بتاعك، وتكتب طبعا دوت كوم او دوت نت او كذا، ويبدا هو يقول لك اذا كان الدومين ده متاح وسعره كام. طبعا في ناس كتير جدا بتسال ايه الاكستنشن الاحسن، يعني هل دوت كوم احسن ولا دوت نت احسن ولا دوت اورج احسن. طبعا لو انت شركه او بزنس بيعمل خدمه او منتج للناس او حاجه زي كده، فدوت كوم طبعا هو الانسب طبعا، لكن مش معنى كده ان الاكستنشنز التانيه هتبقى فيها مشكله. يعني لو اخترت موقع دوت نت مثلا وبقى موقع مشهور وعليه ترافيك وعليه زوار وعليه منتجات، مش هيحصل اي مشكله، يعني بالنسبه لسير العمل نفسه وحتى للسيرش انجن اوبتمايزيشن وحاجات زي كده، الدومين اكستنشن ما بيفرقش في حاجه، لكن هو بس بيفرق كبراندنج، يعني كالناس نفسها مربوط ذهنيا ان انا اي موقع دوت كوم، فانت لما تديله نفس الاكستنشن دوت كوم ده هو ممكن يبقى عنده نفسيا كده تراست اكتر، ده بس، لكن غير كده هو ما بيفرقش في اي حاجه تكنيكال ولا اي حاجه. فانت ممكن تختار الدومينز اللي هي العاديه اللي هي دوت نت او دوت اورج او حاجات زي كده. لكن طبعا في دومينز اللي هي زي دوت اورج مثلا، دي بتبقى مخصصه مثلا للمنظمات او الجمعيات او حاجات زي كده، في دوت انفو مثلا للمواقع اللي فيها معلومات او معلوماتيه او حاجات زي كده. فتحاول ايه، لو انت تجاره الكترونيه او موقع مثلا بتبيع حاجه او كده، فمش هيبقى مناسب قوي يعني، لكن ممكن تستعملها لو حابب، بس هي مش مناسبه طبعا. تاني حاجة ان انت ممكن بقى في اكستنشنز جديدة، يعني دلوقتي بقى ايه ده العصر الجديد بقى، ان في اكستنشنز جديدة هي يمكن لسه بتبدأ تستعمل لكن هي ناجحة جدا، وحتى شكلها كبراندنج حلو جدا، ان انت مثلا في اكستنشن اللي هو دوت شوب، في دوت ستور، في مثلا دوت اونلاين. تمام، الحاجات دي بتديك اكستنشنز جديدة بتعبر عن يعني نوع من البيزنس، وممكن تستعملها مع اسم البراند بتاعك. بالعكس، ده انت ممكن تلاقي اسم البراند بتاعك اسهل، لو انت مثلا حتى مثلا عامل حاجه سوفت وير او كده، ممكن تستعمل مثلا دوت اي او، في دوت اي اي للحاجات اللي فيها ذكاء اصطناعي، حاجات زي كده. في اكستنشنز جديده بدات، بدل ما يبقى الاكستنشن عام كده دوت كوم، لا تعبر عن نوع البيزنس نفسه، ودي بتبقى حلوه جدا لانها بتلاقي دايما ان الاسماء متاحه فيها اكتر من دوت كوم. دوت كوم خلاص بقى زحمه، بقى في ناس كتير قوي، فصعب تلاقي اسم مش محجوز. انما الاكستنشنز الثانيه اسهل شويه، برده فيها كومبيتيشن لكن اسهل شويه. في بعض التولز طبعا ممكن تساعدك ان انت تعمل اسم لشركتك او للدومين بتاعك، زي مثلا في تول اسمها مش نيمز، وفي تول اسمها لين دومين سيرش، هتلاقوا الروابط بتاعتهم في الديسكريبشن تحت. التولز دي قويه جدا، انت ممكن تدخلها اي كلمه وهي تحاول تجيب لك كلمات قريبه منها، او كلمه او كلمه زائد الكلمه اللي انت حطيتها في الاول او في الاخر، وتقدر تبحث عليها وتشوف الحاجات المناسبه ليك. ومثلا حاجه زي لين دومين سيرش ده قوي جدا، يقدر يجيب لك لو انت كتبت له كلمه واحده مثلا زي فلاورز مثلا، فهو يجيب لك فلاورز زائد كلمه معينه، وبيجيب لك اقتراحات كتيره جدا، ويقدر يجيب لك كلمه معينه زائد فلاورز، يعني يجيبها في الاول او في الاخر، وتقدر انت تشوف انت ترتبهم بالترتيب اللي انت عايزه، وتقدر
كمان يجيب لك اقصر عدد حروف، يعني فلاورز زائد حاجه معينه حرفين مثلا او 3 حروف، حاجه قصيره، فتقدر تختار اقصر دومين والاسم اللي يناسبك. فطبعا دي تول قويه جدا، التولز دي ممكن تساعدك ان انت تديك افكار، يعني طبعا انت في الاخر برضو انت اللي بتفكر الحاجه وتقرر فيها، لكن هي بتديك افكار جديده وبتساعدك بنسبه كبيره قوي ان انت تختار اسم مناسب وجديد. لو عجبك المحتوى ده يا ريت تعمل سبسكرايب للشانل عشان يجي لك الفيديوهات الجايه، واللي احنا اتكلمنا فيه في الفيديو ده هتلاقيه في المدونه بتاعتنا، الرابط في الديسكريبشن، وشكرا لكم.